ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن في هذا المكان الطاهر الذي يضم جثامين 5 من الشهداء، واحتفالنا اليوم هو ذكرى ميلاد شهيدنا الغالي، شهيد اللحظات الأخيرة، هذا الطفل الذي لم يتجاوز عمره 16، شهيدنا الغالي السيد هاشم. هكذا هي الحياة، بدأت تتغير في هذا الوطن. لو كان الموت اختطف هذا الشاب بدون أن يكون له هذا اللقب الكبير والوسام الرباني لما كان لنا هذا الحضور، ولكن هذه ميزة الشهداء. الشهداء مكرمون من الله سبحانه وتعالى، وجعل التكريم حتى في الحياة الدنيا. وها نحن اليوم نلتف حلقة مستديرة لنخلل هذه الذكرى العطرة، هذه الذكرى التي نستمد منها العطاء، نستمد منها الصمود. شهداؤنا جميعا نحن ملزمون بتخليدهم، نحن نطالب كل المجتمع بأن يكونوا حاضرين في هذه الوقفات. هذه الوقفات ماذا تعني لنا؟ تعني لنا الشيء الكبير، الشيء الكثير. تعني لنا أن نحن نعرف طالما نحن نعيش في ظل هذا النظام بأننا ربما سنلتحق بهذا الركب. لذلك نحن نستمد هذه القوة ونعشق الشهيد ونعشق الشهادة، لأننا نعيش في ظلم، نعيش في امتحان هذا النظام سببه لنا بأن نعيش امتحان الظلم، وهل نحن نستطيع أن نقاوم أم لا؟ كلما جئنا ووقفنا على قبر أحد الشهداء تزداد عزيمتنا ويزداد تمسكنا بحقنا، ومطالبنا السلمية لا زالت موجودة، فإما النصر أو الشهادة.